السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الجميع. رجعنا إلى نظام أصغر نظام في الزراعة المائية، وهو قبل سنة استخدمناه في الشتاء، وكان زرعنا في الخس اللي هو البلدي. اليوم راح إن شاء الله نعيد نفس الكرة ونعيد نفس النظام. طبعا أنا عندي هذا الفلين، الفلين هذا له تقريبا عدة سنوات، لكن استخدمته العام وقبل العام. هو اثنين عندي، عندي هذا وعندي الثاني بالخلف. راح ان شاء الله ادخل جميع الشتلات، عندي شتلات خس عادي وشتلات خس امريكي، راح ادخله ان شاء الله في هذا النظام، وبقيه الموجود هنا راح ازرعه داخل الدش باكت، اما الباقي راح احطه بجنب خلايا التبريد، وراح ان شاء الله نعطيه الماء كل اسبوع، نعطيه ماء فقط كل اسبوع. طريقه المحافظه عليه، نحافظ عليه حتى ان هذه الشتلات اللي داخل النظام الصغير بعد ما يكبرن نستهلكن، نبدا ناخذ من هذه الشتلات وندخلهن داخل هذا النظام الصغير حتى انه ينتهي جميع ما بداخل هذا الفلين. الفلين هذا تقريبا اتوقع انه فيه قريب للمية، او اكيد انه اكثر من الخمسين، اخذته تقريبا ب 10 ريال، قيمته هذا بلدي، خس بلدي معروف كخس البلدي. راح ان شاء الله اطلع الخس وراح انظف واطلع الطين منه بهذا السطل، طبعا السطل هذا فيه ماء، ويجب انه يكون فيه مبيد فطري جهازي لاعفان الجذور على اساس انه نعقم فيه الجذور. هذا الفلين تحصلونه عند الاواني المنزليه، قيمته فوق العشرين ريال. خرمت فيه تقريبا ثمان حبات، خرمت فيه بدريل، طبعا في شرح سابق باليوتيوب راح اجيب لكم طريقه تخريمه، راح انزله اخليه في خانه الوصف تحت الفيديو. وان شاء الله بدخل جميع الشتلات هنا وبعلمكم شلون طريقه نزود المحاليل وكم نسبه المحاليل ان شاء الله في نهايه الفيديو. راح استخدم نوعين من الخس، خس امريكي وخس هذا العادي. طبعا انا جان هديه اكياس من الشركه ذي، شركه جرين جروف سويل، هذه طبعا جان نوعين، نوع حبته كبيره، حجر بركاني حبته كبيره، هذا الحجم طبعا يفضل انه يكون يزرع فيه جميع الزراعات المائيه اللي موجوده في السطول او في الحاويات اللي تكون اكبر من 50 لتر، يعني الدش باكت لا تصلح اصغر من ذي حبه، هو افضل. وجان نوع ثاني مخصب، هو حجر بركاني قريب للتربه، يعني جدا 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 زي البودره، ومخصب فيه عناصر ومضاف له عناصر، اتوقع عده عناصر، طبعا هو في الخارج، لكن هذا موجود اللي هو الحجر الكبير هذا. لكن اذا حبيت تطلبوه من هذه الشركه يجب ان تاخذون اللي هو الحبه الصغيره اللي اصغر من هذا للاستخدام اللي هو داخل اكواب الزراعه المائيه، سواء اذا كنت بتحطه داخل هذا النظام او داخل البايبات. طبعا هو يمشي، لكن انه لو انت بتشتري لا اشتري اصغر منه حبه، الوسط يعتبر هو ثلاث انواع في الزراعه، الحجر البركاني كمقياس هو ثلاث انواع، صغير ووسط وكبير، انت دائما خذ الوسط. يلا نسمي بسم الله ونضيف ونحط الشتلات داخل هذا، طبعا اخذ مجموعه ما ادري كم حبه، ادخلهن داخل السطل وانظفهن من ايا كانت التربه، اذا كانت بيتموس، البيتموس ما يحتاج انك تغسله 100%، بس لو تلمسه بس لمس بالمبيد خلاص يكفي، اما اذا كان طين لا، حاول انك تقدر المستطاع انك تشيله وتفرز الشتلات، طبعا تفرز الشتلات بشويش تفصل الجذور بهالطريقة، هذه شتلة، هذه الشتلة الثانية، هذه الشتلة الثالثة، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة، وهذه السادسة. طبعا ناخذ أكبر حاجة على أساس إنه ما تصير تكبر هنا، لا تكبر داخل النظام. ناخذ نفصل الأوراق الصفراء، نفصلهن، نشيلهن، وإذا بعد عندكم إذا في حالة إنه يكون عندكم الخس أصابه استطالة، يجب أن تزيل الأوراق اللي صابهن الاستطالة. الاستطالة يعني أن هي يا أما أن جلست فترة طويلة عدم تعرضها لأشعة الشمس فيسبب عندك استطالة،
فيجب عليكم أي شيء فيه استطالة من الأوراق تزال. هذه الطريقة، هذا الحين الخس، وهذه طبعا خليه بالشكل هذا، يعني خلاص أصور لكم هنا. دائما خلوا الخس بهذا الشكل، يعني وين نهايته في الدور الأول، نهايته هنا. أتمنى أن تصير واضحة. طبعا تصير هنا نهاية الجذر، هم ينزل إلى تحت، نحطه داخل ونمسكه بالجهة اليسار، ثم نأخذ الوسط ونرميه بهذا الشكل. الآن ركبناه، باقي شوي وبعدين تكون جاهزة هذه الشكلة. الآن جاهزة بهذه الطريقة، خلصنا شكلة واحدة، ثم تدخل داخل النظام بهذه الطريقة. أهم شيء أنه يكون الشتلة عمودية، ويكون أنك أهم شيء أنك تبتعد اللي هو الوسط الزراعي عن الأوراق، يعني يصير الوسط الزراعي عدال الجذور ولا يكون متلامس مع الأوراق. لو كان متلامس مع الأوراق بعد ما تصير رطبة هذه الوسط الزراعي الحجر البركاني، إذا امتلأ بالماء وصار مقارب وملاصق للورقة راح يسبب عندك تعفن للأوراق. طيب ممكن بعض الناس يقول لك طيب إذا أنا ما سويت هذه الطريقة راح يطيح على جنب، يعني يصيب الشكل ذا، خلي يطيح على جنب ولا تعفن عندك الأوراق، خليه على جنب وبعدين بعد ما تخلص تخليه هنا وتركبه وتنتقل للي بعده. وبعدين تاخذ اكبر واحدة، قلنا احنا كبار تنتقل كبار على اساس انه اصغار يقدر يقعد عندك شهر كامل ما صار حجمهن كبير. بهالشكل هذا، وناخذها وندخلها بهذا الشكل، وبعدين ندخل عليها الحجر بالشكل هذا. حاول قدر المستطاع ان نخليها في الوسط، ما تصير على جنب عشان تاخذ راحتها بالنوم. الان خلينا هذه، الحين سوينا لكم ثنتين، خلاص كفايه شرحنا في هذه. راح ننتقل للمرحله الثانيه، وهي كيف طريقه وضع المحاليل والمحاليل. لكن هذا الفلين معروف انه طبعا يسرب المياه والمحاليل، فلذلك انا جبت بلاستيك. البلاستيك هذا اي واحد يحصل بلاستيك كبير ياخذ مساحه داخليه ممتاز، لكن انا هذا منين جبته؟ هذا رحت لمغسله الثياب، وهذا كيس الثوب، عندما يغسلون الثوب يحطون الكيس هذا داخله، فانا اشتريته من عندهم. اشتريت اثنين اكياس، واحد الفلين هذا وواحد الفلين الثاني. راح اكمل ان شاء الله وضعهم كلهم، وبعدين راح نستمر ان شاء الله بوضع المحاليل وكم نسبه المحاليل وكم منسوب الماء، راح ان شاء الله اشرح كلهم في الفيديو ان شاء الله. الحين بنعبي الفلين، نعبيه طبعا قبل ما نحط الغطاء نعبيه اول شيء. يجب اننا نوقف قبل انه يصل الكوب، يعني نحط هنا نحط الغطاء وبعدين ننزل الكوب. طبعا الماء راح يصير بنص الدور الاول، ونجرب كذا، ما بعد عبيناه ما بعد وصل نرجع ونستمر في تعبيته. بعدين نركبه ونحط الكوب. الكوب الحين ما شاء الله الحين مضبوط ملامس للدور الاول، خلاص الحين ننقل الشتلات كلهن داخل النظام. هذه الشتلات راح انقله ان شاء الله داخل النظام، وراح اشوف اعايره اخليه على 500 بي بي ام، واللي هو البي اتش اخليه على 6، وان شاء الله انقله الى مكان يكون فيه اشعه الشمس، يعني طول اليوم اكثر من 6 ساعات تجي اشعه الشمس الى 7 ساعات قدر المستطاع ان تجي اشعه الشمس، قدر المستطاع ان تجي اكثر وقت،
وراح ان شاء الله اعبي النظام الثاني وراح اختار له مكان ثاني داخل المحميه يكون يوصل اشعه الشمس كثير. الان عبيته. طريقه التعبيه اهم شيء تحط الغطاء بالشكل هذا وتحكمه وتضبطه، بعدين تحط الكوب. اذا صار الماء طبعا بنص الدور الاول او مغطي الدور الاول خلاص يعتبر ممتاز كذا خلاص. بعد ما نخلص ونضبطه نتاكد من البي اتش ونتاكد من الاملاح. الحين 570 تقريبا الاملاح اللي هو البي بي ام، بس بضبط الحين البي اتش. البي اتش الحين 7 بنزله الى 6 الحين. هذا الحمض الفوسفوريك حطه بعلبه مويه الصحه اللي بيتباع بريال. نحركه نتاكد انه خلاص على 6، وبعدين نقفل ونحط الشتلات. ستة تقريبا فاصلة واحد، ممتاز. الحين خلصنا من هذول. الحين نرجع ونغطيهم وبعدين ننقل الشتلات، وبعدين راح اخليهم مكانهم اليوم، وبكرة راح ادور لهم مكان يصير افضل. هذا النظام حطيت فيه الخس الامريكي تقريبا كم شتلة، والخس البلدي كم شتلة. الان اصفر، لونهم اصفر بعد ما يتعرضون ويمتصون المحاليل راح يتغير لونهم خلال تقريبا 3 أيام إلى 4 أيام، لانه يصير عندهم نقص في العناصر. الان احنا وفرنا لهم العناصر، راح ان شاء الله يتغيرون. طبعا الكيس الزائد ذا نخلي منه 5 سم والباقي نقصه مع كل الاطراف.